قال الذي ما نوايش راح معاناته لابسين خبر ورموز مدفونه همومه كأنها من ذاته ذاته واكبر خطر للهموم تصير مكنونه لكن وش حيلته والناس شمته يكبت ويثبت وكان الله في عونه يكبت ويثبت وكان الله في عونه أخير من بردهم حرت نهاته والوانه اللي على الاسماع مصيونه محصورة بين بردة وكانونة مرده من البشر تدري بغاياته من علم الناس بالغاية يحقرونه دقق وحقق قليل من طموحاته كثير من واجباته وأولوياته عفا عليها الزمان في الرف مركونه سري بليل غدر شهب مجراته وسدوله السود بالأشباح مشحونه والرحلة النازحة تقضي على المونة الطرق يمساي ماري بنت صارتا واصبح ذلولة على سرجوف مطعونة والناس للناس ظلمه وبهاتا مهما يبرر سواتا يدفن وهو ما يحق الحق بعيونه وإن كان عود حصيل صدق الشاته لعاد أحد ينشد المطرش وشلونه لعاد أحد ينشد المطرش وشلونه من الفرص تسعة ولا ترى شاعر الكون انتهى كونه عقيلة من قطيعه ربع مشاته